مشاهدينا أهلا وسهلا بكم في هذا الجزء الآخر من تغطيتنا المباشرة. نتحدث الآن عن آخر مستجدات الحكومة. معي بالأستوديو الأستاذ محمد غميم، باحث بالشأن السياسي. أهلا وسهلا بك. سيد محمد، دعنا أنت وأنا والمشاهدين نتابع هذا التقرير عن آخر مستجدات تشكيل حكومة الوفاق ونعود. تأجل الإعلان عن تشكيلة حكومة الوفاق لمدة 48 ساعة، تأجيل رافقه تبرير وتأكيد على تلافي ما يعيق تشكيلها. المجلس الرئاسي عبر في بيانه عن حرصه على استكمال ما تبقى من الترتيبات للإعلان عن التشكيلة الحكومية، مؤكدا إدراكه دقة المرحلة لإنجاز ما وصفها بمهمته الأولى بأكبر قدر من التوافق والتمثيل العادل لكل مكونات المجتمع. يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع ما أسرت به بعض المصادر الدبلوماسية حول تشكيلة الحكومة، حيث ذكرت هذه المصادر أن الاتفاق الحاصل يقضي بأن تكون الحكومة حكومة محاصصة بين أقاليم ليبيا الثلاثة. وتتكون الحكومة التي يعتزم المجلس الرئاسي إعلانها حسب ذات المصادر من 24 حقيبة، 7 من هذه الحقائب للمنطقة الشرقية على رأسها حقيبة الدفاع، و9 للمنطقة الغربية على رأسها الداخلية والخارجية، في حين تنال المنطقة الجنوبية 8 حقائب أبرزها النفط والاتصالات. ونظرا لإعلان التأجيل وتزامنه مع التسريبات الدبلوماسية، يقول مراقبون أن خلافات داخلية أفضت إلى تأجيل الإعلان عن الحكومة، خاصة مع دعوة مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا مارتن كوبلر لمنع سقوط الدولة في ليبيا وسد الخنادق السياسية وتحذيره من تحول الدولة إلى حاضنة للإرهاب. ووسط هذه المستجدات السياسية جاءت أنباء عن لقاء مرتقب اليوم الأحد لمارتن كوبلر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح لمناقشة دعم حكومة الوفاق الوطني، لقاء يقول مراقبون أنه يؤكد على وجود عقبات تقف في طريق تشكيل الحكومة الليبية التي انتظرها الليبيون طويلا. يتساءل كثيرون عن خفايا هذا التأجيل وتأثيره على الجدول الزمني للاتفاق وعن السيناريوهات المحتملة مستقبلا في ظل هذا الزخم السياسي وتغيراته اليومية، في وقت بات فيه الثابت الوحيد حتى الآن أن المواطن قد ذاق ذرعا من طول الانتظار. كانت هذه آخر القراءات عن مستجدات حكومة الوفاق الوطني أو ما يخص تشكيل هذه الحكومة. معي بالأستوديو الأستاذ محمد غميم، باحث بالشأن السياسي. سيد محمد، أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في وقت متأخر ليلة البارحة إعلان تشكيل أو تأجيل إعلان تشكيل الحكومة الجديدة لمدة 48 ساعة إلى حين استكمال تشكيلها. هناك من يتحدث عن صراع شرس على الحقائب الوزارية داخل تونس، برأيك هل هذا الصراع صراع كفاءات؟ أولا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أشكركم على هذه الاستضافة. طبعا أخي الكريم، موضوع الوزارات والمناصب والحقائب الوزارية، أنت عارف أن التجاذبات السياسية و موضوع التي تجسد في ليبيا قضية المحاصصة وتوزيع من أيام الإعلان الدستوري وقضية الذي تجسدت في موضوع مش الفيدرالية لكن هي الأقاليم الثلاثة، وقضية ما رأيناه من إشكالية كانت في ما يعرف بالوادي الأحمر منطقة، مش ضابط الاسم الصحيح متاعها، لكن كان عاصرناه هو اعتصام الوادي الأحمر، هكذا سمي. هذا تركة تفاقمت وكبرت إلى أن تصل إلى وتظهر واضحة في قضية المناصب أو التكليفات أو الوزارات أو تولي مهام في هذه الدولة. إذن هو صراع محاصصة، هو ليس صراع محاصصة بالمطلق. لا نستطيع أن نضع هذا الصراع أو هذا التجاذب في قوله بالقالب المحاصصة، ولا ننكر على هؤلاء الأشخاص الذين تكلفوا بمهام رئاسة حكومة الوفاق أنهم هم يسعوا
مناصب تمثيل مناصب عن طريق المحاصصة فقط، ولا ينظروا إلى قضية الكفاءات. أنا لا أستطيع أن أثبت هذا الكلام على حكومة الوفاق الوطني. نعم طيب، دعنا نشرك معنا سيد فوزي الحداد كاتب والمحلل السياسي من طبرق. سيد فوزي، كوبلر المبعوث الأممي لليبيا يأسف لقرار مجلس رئاسة حكومة الوفاق تأجيل تشكيل الحكومة، يطالبهم باحترام الجداول الزمنية، ويقول بأن الليبيون العاديون هم من يعاني عواقب هذا التأخير. برأيك هل هناك عواقب قانونية أو سياسية قد تترتب في حال استمرار حالة التأجيل؟ نعم، أولا أهلا وسهلا بك وبمشاهديك الأكارم. أعتقد أن وضع المجلس الرئاسي ونوابه المجتمعين الآن في تونس وضع صعب للغاية في هذه الفترة، لأن المطلوب منهم الالتزام بالجدول الزمني الذي تم اعتماده في الاتفاق السياسي. وها هي أول العقبات تأتي من خلال أولا تشكيل اللجنة الأمنية اللي صدر من كم يوم واعتراض أحد النواب عليها، ونحن نعلم أيضا أن هذا الاعتراض قد يكون له وجه قانوني على اعتبار أن الاتفاق في تعديله الأخير نص على أن لكل نائب حق الفيتو، وبالتالي يعني هناك تساؤلات أيضا حول جدوى هذا القرار وهل سيرى النور على أرض الواقع أم لا. يأتي جدل آخر ومهم كذلك، وهو بخصوص انتهاء فترة إعلان تشكيل الحكومية من قبل المجلس الرئاسي. أجل المجلس يومين وآمل أن لا يؤجل أيضا أكثر من هذه المدة. نحن نعرف أيضا أن المصاعب كثيرة جدا خاصة فيما يتعلق بتشكيل الحكومة. ها هو الجدل الآن يستعر مرة أخرى على كافة المستويات في ليبيا مع قرب تشكيل أي حكومة، خاصة مع هذه الحكومة، مع وجود هذه المحاصصة الآن أصبحت محاصصة جهوية واضحة جدا، دعم هذا الاتجاه أيضا الاتفاق السياسي اللي أصبح يتناول الأمر من خلال. نعم، إذن سيد فوزي أنت ترى بأن الصراع على السلطة الآن الموجود، أو الصراع على الكراسي أو المناصب أو الحقائب الوزارية الموجود، نعم، الآن فيما يخص تشكيل الحكومة هو صراع محاصصة وليس صراع كفاءات؟ أقصد بالتحديد صراع جهوي أكثر منه محاصصة. قد تكون المحاصصة بين كيانات حزبية، لكن هذا لا يتأتى الآن، تبدو الناحية الحزبية من وراء ستار أو مختفية إلى حد ما، لكنها موجودة بالطبع. لكن أكثر شيء الآن موجود وظاهر هو المحاصصة الجهوية الموزعة على الأقاليم الثلاث في ليبيا. الكل يريد حقائب بعينها، طبعا كل أقليم يدعمه عدد من النواب، وهم الآن متواجدون للأسف في تونس. هذا الاتفاق السياسي الآن كله على المحك ما لم يتم اعتماده من مجلس النواب. جرى القفز على اعتماد المجلس الرئاسي من مجلس النواب، وهو الآن بسبب تشكيل الحكومة. هل تعتمد هذه الحكومة أم لا؟ هذا هو السبب الذي جاء من أجله كوبلر اليوم إلى شحات والتقى برئيس مجلس النواب. لا تزال هناك مشاكل كثيرة، مسألة تجاوز أو القفز على الخطوات باتجاه الأمام قد تضع حكومة الوفاق في مشاكل حقيقية. لا يزال اعتمادها لمجلس النواب بحسب الاتفاق السياسي متعثر، لا يزال انتقالها إلى العاصمة طرابلس والعمل من قلب ليبيا أيضا متعثر جدا. هذه تحديات كبرى قد يتم النظر فيها بعد إعلان التشكيل الحكومية ورضا جميع الأطراف. نعم. طيب، عنها ابقى معي سيد فوزي الحداد. أعود إليك سيد محمد غميم. سيد محمد ذكر بأنها محاصصة جهوية. سيد فوزي، هناك البعض ممن علق على هذا الموضوع وطالب المجلس الرئاسي بأن يتم اختيار الشخصيات حتى وإن كانت هناك محاصصة جهوية كما سماها سيد فوزي، ولكن أن يتم اختيارهم بناء على كفاءتهم. فتعليقك على هذا الموضوع؟ طبعا كما قلت لك أخي، أن تركة كبيرة جدا لحكومة الوفاق، وهي من أصعب الملفات اللي بتلاقي تحتاج إلى جهد كبير من حكومة الوفاق لتجاوزها، لأن
الآن يمكن 4 سنوات من المراحل الانتقالية تجسدت لدينا أن الدولة أو المناصب السيادية في الدولة والوزارات مغنم، وهذا يحتاج إلى استيعاب أو يحتاج جهد كبير من حكومة الوفاق لتستوعب الطلبات التي تأتيها والتجاذبات اللي موجودة على الأرض، وتنظر للقبائل وتنظر للجهويات وللمناطقية، وهذا طبعا واقع نحن الليبيين عايشينه طبعا. نعم. طيب دعنا نشرك معنا سيد سعد بن شراد عضو المؤتمر الوطني العام من طرابلس. سيد سعد أهلا وسهلا بك. أهلا بك وضيوفك ومشاهدينك الأعزاء. نعم. سيد سعد، قال المبعوث الأممي السيد كوبلر أنه اقترح على رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح حلا سهلا لإنهاء الاختلاف حول الحكومة، وأوضح كوبلر أن الحل بأن يعقد عقيلة اجتماعا بين كل الأطراف المختلفة على حكومة الوفاق الوطني والتشاور فيما بينها لتقريب وجهات النظر للوصول إلى حل. برأيك هل هذا الحل الذي يراه كوبلر سهلا هو فعلا سهل، أم أن هناك تجاذبات كثيرة قد تصعب تنفيذ هذا المقترح؟ وريت بالنسبة حسب المخرجات الأخيرة اللي تشمل المسودة أن تقول هي يعني اعتماد أو نيل الثقة الحكومة، هي جهة اللي تعتمد الحكومة هي البرلمان، ويجب على أن الآن البرلمان أن هو يجتمع أو يعطي الثقة أو الحكومة يعطيها أو يرفضها. ولكن اللي غير معقول هو التراخي والتباطؤ في اجتماع البرلمان لإعطاء ثقة. هي طبعا زيارة كوبلر اليوم هي الحث للسيد عقيلة ببدء في جلسة والفصل فيها بخصوص إعطاء الثقة للحكومة، وهذا ما الاختلاف اللي حادث الآن في البرلمان، من بين ان هناك من يريد اعطاء ثقة الحكومة وهناك من غير راضي على الحكومة، وهذا ما حدث في الآونة الأخيرة باتجاه السيد عقيلة وبعض من البرلمانيين باتجاه منحة آخر هو الحوار الليبي، وبعدين السيد عقيلة لم يفلح في ذلك، وهذا كل هذه هي سبب زيارة السيد مبعوث، إن لابد أن البرلمان أن يجتمع ويفصل في قضية نيل الثقة أو من عدمها للحكومة التوافق في حال تم تشكيلها، في حال بعد تمديد 48 ساعة يعني. نعم. طيب ابقى معي سيد سعد. أعود إليك سيد محمد. دعا المبعوث الأممي رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى جمع جميع أعضاء المجلس للاجتماع والبث في حكومة الوفاق التي ستقدم قائمة أعضاء كامل مجلس النواب خلال 48 ساعة يعني بعد التأجيل، لكن كان رد عقيلة صالح باستمرارية الحديث عن الحوار الليبي. برأيك لماذا كل هذا التعنت والإصرار على الحوار الليبي والذي خرج آخرا الحديث عنه في يعني تعنت في رفض الاتفاق السياسي، لماذا؟ طبعا هو المشهد مختلط وشائك. نلاحظوا اليوم مثلا احنا تابعنا انعقاد لجلسة المؤتمر لمناقشة ملف الصحة، في المقابل السيد عقيلة يقول ان نتجه للحوار الليبي وما زال يتكلم على، مع احترامي لشخص الكريم ولمن ينادي بالحوار الليبي، ولكن احنا اللي شهدناه كليبيين وطيف كبير لا ندعي العموم، ولكن طيف كبير لم نجد حوار ليبي، اين هو الحوار الليبي؟ هذه بالونات يتعلق بها بعض الاشخاص اللي يعرقلوا في الاتفاق السياسي وما تم التوصل ليه من انشاء لحكومه وفاق وطني، نسال الله ان يكون في عونهم لحتى يخرجوا من هذا المأزق. ولكن ما أشهده الآن هو جهود تبذل لعرقلة الاتفاق السياسي بأشياء غير موجودة، إما بتجاهل الحدث الدولي وأن الآن ليبيا أصبحت قضية دولية،
إما مثلا بالتعلق بأشياء غير موجودة، وهي مثلا كالحوار الليبي، أو ما نشهده من خطابات لتعليق الأمال على ملتقيات الوفاق وهذه الأشياء التي يصدرها ناس أصلا هم ليسوا من أهل الوفاق أصلا. هذا طبعا شيء مؤلم، أن الوطن يضيع والمواطن يتألم وينتظر. نحن الآن كليبيين ننتظر أي حل، ولكن جميل جميل تراجع مستمر كذلك. طبعا النفط هذه أزمة 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 دولية، هي تراجع أسعار النفط وارتفاع التكاليف، والآن أصبح يجب البحث على بديل آخر، ونتمنى أن نحن ما نوصلوش للاقتراض، لأن البلد على شفا انهيار إذا لم يكن أصلا هي بدأت في الانهيار الآن. ولكن ننظر إلى الساسة أو القطبين في الشرق والغرب والجنوب كذلك، الأقطاب اللي هي الآن في المشهد السياسي اللي هي متربعة على المجالس التشريعية. الجنوب الآن ككتلة موجودة، والحمد لله أنهم لهم تمثيل جيد جدا في حكومة الوفاق، لكن أنا أتكلم عليه من هم متصدرين في المشهد السياسي كرأس الهرم في المجالس التشريعية في الشرق والغرب. الحقيقة أن لا توجد لديهم حلول. يا نحن نقول احنا الاتفاق السياسي او ما هو تم في الصخيرات، فلا نعطيه انه هو راه سينقذ الليبيين من هذا المأزق او من هذه التركة، او انه هو حيخلي المواطن الليبي يعيش في بحبوحة من العيش كيف ما في دول الخليج او بعض الدول المتقدمة. ولكن حكومة السراج هي حكومة السراج وحكومة الوفاق بصفة عامة، رئيس مجلسها رئيس الوزراء نتاعها السيد السراج، هي أنا شبهها كأنها نقطة ضوء في نهاية ممر مظلم. أنا الآن نقول للسيد عقيلة وسيد نور بسهمين، تفضلوا إذا كان عندهم لديكم حل فأتوا بالحل، الوطن يضيع أصلا وللأسف ما فيش حل. يطرحون الحوار الليبي أخي الكريم، مع احترامي لهذه الكلمة بما تعنيه من معاني جميلة، لكن لا يوجد شيء اسمه حوار ليبي. طيب دعنا نشاهد هذا التقرير الذي يتحدث عن آخر المعطيات أو قراءة لما حدث في الأيام القليلة الماضية، ونعود. رغم ضغط الوقت وأهمية الاستحقاق، لم يوفق المجلس الرئاسي في إعلان تشكيل حكومة الوفاق الوطني 48 ساعة إضافية ضرورية لتحقيق أكبر قدر ممكن من التوافق. هذا ما أعلن عنه المجلس في بيانه البارحة وسط زخم كثيف من النقاش حول عدد الحقائب وعن كيفية توزيعها. وبينما تطبخ تشكيلتها على النار هادئة، يزود الكوبلر اليوم مدينة شحات ليلتقي هناك عقيلة صالح. فلم يعد هناك وقت أكثر ليصادق البرلمان على الاتفاق وعلى الحكومة معا. المبعوث الأممي الذي يزور ليبيا برفقة أعضاء البرلمان المقاطعين يواجه على الأرجح احتمالين اثنين. الأول أن يقبل عقيلة صالح بالاتفاق، من ثم يعود النواب المقاطعون إلى البرلمان ويصادق بالتالي في أجال متقاربة على حزمة واحدة تضم الاتفاق السياسي وتشكيلة الحكومة. يقضي هذا المسار بطبيعة الحال بإبعاد حفتر من المشهد نهائيا. كوبلر سيحاول تحقيق هذا الاحتمال تهديدا من خلال عقوبات سابقة ولوح بها ضد معرقل الاتفاق، وترغيبا من خلال ضمانات إضافية محتملة. هنا ربما يجد عقيلة صالح من القيادة العسكرية التي تعمل مع حفتر والرافضة له خير سند. الاحتمال الثاني أن يرفض عقيلة صالح الاتفاق السياسي بشكل غير مباشر من خلال عدم اكتمال نصاب البرلمان أو تصويت النواب ضد الاتفاق. في هذه الحالة يحافظ حفتر على موقعه إلى حين، وتطال الرافضين عقوبات دولية مؤكدة، كما سيضطر المجتمع الدولي إلى إقرار حكومة الوفاق الوطني دون المرور بالبرلمان، مثلما أسر بذلك كوبلر لبعض المتابعين لكواليس الحوار السياسي. بعد مهلة الساعة 48 التي طلبها المجلس الرئاسي، سيتحدد قطعا المسار الذي ستأخذه الأمور، وستتوضح معالم الأجوبة عن أسئلة مصيرية طال انتظار حلها. من بعد ما شاهدنا هذا التقرير الذي يتحدث عن آخر معطيات زيارة كوبلر والحوار وكل ما يحدث في الساحة السياسية بهذا الخصوص، أعود إليك سيد فوزي الحداد الكاتب المحلل السياسي من طبرق. سيد فوزي، عضو مجلس النواب زياد دغيم يصرح بأنهم أبلغوا المبعوث الأممي
مارتن كوبلر أن الاتفاق السياسي لن يكون نافذا إلا بتعديل في الإعلان الدستوري يوافق عليه أغلبية أعضاء مجلس النواب. وقال أيضا أن هناك طعونا مقدمة فيما يخص عودة أعضاء مجلس النواب المقاطعين وكذلك فيما يخص الاتفاق السياسي، وأن هذه الطعون سيتم النظر فيها من خلال اللجان المختصة داخل البرلمان. أولا، ما أهمية هذه الطعون، وفي حال حاجة الاتفاق السياسي للتعديل في الإعلان الدستوري لماذا لم يتم التعديل حتى هذه اللحظة؟ وكذلك أيضا تحدث السيد زياد غيم على أن المساس بالجيش الليبي خط أحمر، وهو يعني الجيش الليبي التابع لمجلس النواب. تفضل. نعم، أعتقد أن السيد المتحدث الذي ذكرته الآن عن مجلس النواب يمثل القلة المتطرفة في مجلس النواب، شأنها شأن هو يمثل كتلة تسمي نفسها بكتلة السيادة الوطنية. نعم، هم يسمون أنفسهم بهذه الاسم، وهو اسم جديد يحاولون أن يخلقوا لهم كتلة ما، يحاولون أيضا أن يبرزوا للعلن وكأنهم تيار قوي، لكنهم بضعة أشخاص داخل مجلس النواب لا يمكن أن يكون لهم تأثير وسط وجود غالبية من أعضاء مجلس النواب يوافقون على الاتفاق السياسي. لكن تظل المشكلة هي أن رئاسة مجلس النواب تتماهى مع هؤلاء الأشخاص في مطالبهم، وبالتالي تمنع تشكيل أو إقامة جلسة لمجلس النواب بحسب اللائحة الداخلية للمجلس، وبالتالي التصويت على الاتفاق السياسي. هذا الأمر يبدو مشابها إلى حد ما في المؤتمر. نعم، طيب، انقطع الاتصال مع السيد، أعود إليك سيد محمد. سيد محمد، يعني ما تحدث عن السيد زياد دغيم وكذلك هذه الكتلة تسمي نفسها كتلة السيادة الوطنية، ولا يزال الحديث عن تعديل في الإعلان الدستوري، إذا كان هناك يجب من تعديل بالإعلان الدستوري لكي يتم المصادقة إذا صح التعبير على هذا الاتفاق السياسي، لماذا تم الانتظار حتى هذه اللحظة؟ طبعا طلب أنه يتم الإعلان تعديل الإعلان الدستوري هو أصلا أحد بنود الاتفاق السياسي، بأنه سيتم تعديل الإعلان الدستوري بما يتوافق مع بنود هذا الاتفاق، وتلغى أي مادة تخالف هذا الاتفاق. وهذا طبعا الإعلان الدستوري أو التعديل هذا يتطلب تعديل من مجلس النواب. يحاول السيدة دغيم أو مجموعة معاه أنهم هم يظهروا في صفة، حتى أنا عجبني الاسم السيادة الوطنية، هي مسميات شعارات، لكن هل هو لديه ثقل داخل المجلس؟ وخاصة يعني اليوم سمعت أن بعض من النواب المقاطعين التحقوا اليوم لحضور جلسات مجلس النواب، وهذا طبعا مؤشر جيد جدا. أنا طبعا أكبر فيهم شجاعتهم وحرصهم على تحريك المشهد الراكد في ليبيا، مشهد سياسي يكون راكد، يخرج هنا وهناك بعض الأشخاص يدعون القوة ويدعون السيطرة على المجالس التشريعية. وصول أعضاء مجلس النواب المقاطعين لجلسات مجلس النواب بطبرق إلى شحات، ولقاهم بعقيل صالح وبعض من أعضاء مجلس النواب هناك، وهناك طعون مقدمة من البعض، لم يذكرهم سيد زياد غيم، ولكن قال بأن هناك طعون مقدمة في ما يخص عودتهم إلى مجلس النواب. إذا كان لديك أي تعليق؟ وطبعا أنا تبعت تصريح سيد غيم يقول لو لم ينظر إلى طلباتنا سيكون الرجوع إلى المربع الأول. نقول أن ليبيا أكبر من هذه الشعارات اللي هو يحاول أنه يسوقها. لكن أخوي اللي نتابع فيه الآن إن راه فيه مجموعة لا بأس بها من مجلس النواب يعو حجم المسؤولية اللي عليه، وخاصة اليوم لما التحقوا نواب المقاطعين أنا متفائل جدا إنه يكون فيه ثقل الآن لتفعيل الحراك السياسي والمشهد السياسي والدفع في اتجاه بدل خطوات واضحة يلمسها المواطن اللي أصبح ينتظر في أي حركة.
ولكن اليوم كلام السيد دغيم أو ذكر الدغيم، فنحن متعودين على كلام كثير من هذا القبيل أن سترفع قضايا ويقدم طعون، ولكن أنا لا أنظر أنه هو يكون له ثقل كبير مع احترامي لشخصه، لكن لا أرى أنه لديه قوة فاعلة إلا في الفقرة الوحيدة اللي ذكرها الأخ المتداخل اللي قبلي، هو تماهي رئيس مجلس النواب مع هؤلاء الأشخاص. طيب أعود إلى السيد سعد بن شرادة عضو المؤتمر الوطني العام. سيد سعد، أشار السيد كوبلر إلى أن لمجلس النواب 10 أيام لاتخاذ القرار من الحكومة فور تسلم أسماء تشكيلتها، مؤكدا أن حكومة الوفاق عليها أن تحقق الأمن والاستقرار في جميع المدن الليبية. هل تعتقد أن كل هذه المشاورات في الساعات الأخيرة قبيل إعلان تشكيل الحكومة قد تساهم في موافقة الرافضين لها؟ هو لا شك ما تعتمد على ما وللأسف هذه ونقولها بما وكما حدث في بداية محوركم عن قصص الإشكالية اللي في الحكومة التوافق والمحاصصة هذه الثقافة السائدة عندنا، يعني لو ما كانت هذه الثقافة السائدة عندنا ما توصلنا إليه الآن. فعلى ما أعتقد إن في خلال هذه الأيام يعني لابد تكون يعني أعطاء يعني تطمينات، وخاصة للسيد عقيلة ممكن بإبقاء أو تنازل بعض المقاطعين النواب المقاطعين، إن أنت عارف أنت في حتى في الحوار السياسي إن كانوا النواب المقاطعين إن يعني من بعض رجوعهم يكون انتخاب رئيس البرلمان وإعادة النظر في عدة القرارات، فربما يكون بهذه المساومة يعني إن سيد عقيلة إنه يبقى في منصبه كرئيس البرلمان، وبعض القرارات الذي صدرها البرلمان ممكن حيصير يعني تنازل عليها، فممكن بعد هذه التنازلات وهذه المساومات حيجتمع البرلمان وحيعطي الثقة للحكومة. غير هيك مش حي، لأن أنت عارف وخاصة النشاطات اللي صارت في البرلمان ولو أنهم بنسبة بسيطة، يعني كان في صوت عالي بنسبة بسيطة في البرلمان، هي من ترى أنه لابد رئيس البرلمان يقعد في مكانه وأنه حفظ يقعد في مكانه وأنه فربما يكون فيه بعض التطمينات سواء كان من الولايات المتحدة أو من النواب المقاطعين بخصوص، خاصة من النواب المقاطعين بخصوص رئاسة البرلمان. سأعود إليك سيد سعد للحديث عن هذا الموضوع بشكل موسع أكثر. أعود إلى السيد فوزي الحداد من طبرق الكاتب والمحلل السياسي. سيد فوزي، كيف تقرأ هذه الزيارات وهذه المشاورات قبيل إعلان تشكيل الحكومة؟ هي في غاية الأهمية بلا شك، وخاصة زيارة كوبلر ومعه النواب بعض النواب المقاطعين، لأنها ترمي إلى على الأقل تقريب وجهات النظر مع رئاسة مجلس النواب التي تعارض حكومة الوفاق لأسباب كثيرة. أعتقد أن المحافظة الجهوية بالذات في هذه الحكومة ستلعب دورا في موافقة هؤلاء من عدمها. أعتقد أن الجميع الآن ينتظر في تشكيلة هذه الحكومة وينتظر في ماذا سيحقق من خلالها أو من مكاسب يرتئيها. بالتالي تبدو هذه الأيام في غاية الأهمية، الحراك فيها قوي والجدل أيضا كثير، لكن سوف تظهر نتائج هذا الحراك مع إعلان التشكيلة الحكومية إن أعلنت بعد يومين حسب ما ذكر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق. تبدو الآن الساحة مشحونة بالفعل بين كثير من الآراء، من الآراء المتطرفة جدا والآراء التي تقبل بشكل الحكومة أيا كانت، وهذا بكل تأكيد هو لسان المواطن في الشارع الليبي في أي مكان، لأنه يرى وينظر إلى أن هذه الحكومة هي نقطة الضوء الوحيدة التي يمكن أن تعيد البلد إلى السكة التي يريدها والتي ينتظرها جميع الليبيين، بخلاف طبعا السياسيين الذين يحسبون حسابات كثيرة، وللأسف الكثير منهم يتعلقون بمساومات إقليمية لدول أيضا في الجوار الليبي من هنا وهناك.
هذه الدول أيضا تساهم كثيرا في تحكير الجو السياسي العام في ليبيا. أعتقد كما قلت لك أن اليومين القادمين سوف نرى بعدهما نتائج هذه الزيارات وهذه المشاورات التي تدور الآن في كل الأرجاء وفي كل المطابخ السياسية في ليبيا في الشرق والغرب. السيد فوزي الحداد الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من طبرق، شكرا جزيلا لك. أعود إليك سيد محمد غميم. سيد محمد، والحديث عن هذه الزيارات، هناك زيارة كان من المفترض أن تكون إلى الجزائر من رئيس المجلس الرئاسي السيد فايز السراج لحكومة الوفاق الوطني، وتم إلغائها في آخر لحظات نتيجة عدم التوصل إلى تشكيل الحكومي. دواعي هذه الزيارة خاصة في هذا الوقت الحرج الآن، وما هي النتائج التي كان من المفترض أن ترجى منها؟ كذلك إذا كان لديك أي معلومات عن عدد الوزارات، من يتحدث عن 22 وزارة، 24 وزارة، 26 وزارة، إذا كان لديك أي معلومات. طبعا بداية على تعريج على زيارة السيد سراج للجزائر، الآن السيد رئيس الوزراء السيد سراج هو الرئيس الفعلي المعترف به دوليا، وهو لديه شرعية دولية مضبوطة باتفاق سياسي وقرار دولي، قرار أممي. ليس غريب طبعا زيارة في هذا الوقت، لكن ممكن تم إلغائها أو تم تأجيلها يمكن بسبب الظروف اللي الآن تحكم عليهم، أن هم يشتغلوا داخليا لجمع الجهد لإعلان على تشكيلة حكومية. ولا استغرب طبعا زيارة السيد سراج للجزائر، لأن الجزائر دولة جارة لها بصمة خاصة في قضية الحوار الليبي، ولها صولات وجولات، ولا أحد ينكر دور الجزائر في تحقيق التوافق داخل ليبيا. تقريب وجهات النظر. تقريب وجهات النظر. طبعا دعنا نستقبل سيد محمد السيد عز الدين قويرب عضو مجلس النواب من طبرق. سيد عز الدين أهلا وسهلا بك. السلام عليكم ورحمة الله، تحية مساء طيبة لك. سيد. شكرا لك. سيد عز الدين، دعنا نتحدث عن ما حدث اليوم من لقاء بين كوبلر وكذلك أعضاء مجلس النواب المقاطعين وغير المقاطعين بمدينة شحات، إن كان لديك أي معلومات عن هذا اللقاء. سيد عز الدين أعتذر لك، سنعيد الاتصال بك ولكن هناك خلل في الصوت، لا أستطيع الاستماع إليك بشكل جيد. أعود إليك سيد محمد قبل أن أستقبل السيد سعد بن شرادة. سيد محمد، الحديث عن هذا الحوار وتمسك رئاسة المؤتمر ورئاسة مجلس النواب بموقفهما فيما يخص الحوار الليبي، إلى أين سيصلون بهذا الحوار الليبي، خاصة وأن كما ذكرت المجتمع الدولي كافة يعترف بحكومة الوفاق أو بالمجلس الرئاسي لها؟ طبعا المؤتمر والبرلمان كجسمين تشريعيين فيهم الكثير من الناس اللي قلبهم على البلاد وعلى ليبيا وعايشين معاناة المواطن الليبي، وأنا أتوقع أنه لن يسمح باستمرار العبث السياسي الحادث من قبل رئاستي المؤتمر والبرلمان. نعم. طيب. وأنا أراهن على همة أعضاء المؤتمر والبرلمان طبعا. طيب، نعود إلى عضو المجلس النواب سيد عز الدين قويرب، أهلا وسهلا بك مرة أخرى. أهلا وسهلا بك. نعم سيد عز الدين، كنت قد سألتك عن ما حدث اليوم في لقاء المبعوث الأممي مع أعضاء مجلس النواب. كنت قد أجبتك بأنني اليوم كنت في طبرق في مدينة البلد، ولم أكن عن علم بالتفاصيل يعني بعض الأمور التي تم في هذه الزيارة، ولكن أعتقد بأن حالة الانسداد السياسي التي وصل إليها المجلس الرئاسي خاصة الفترة الأخيرة بدأت تظهر أمام بعض الصعوبات الحقيقية والمشاكل العميقة
أرادت أن تترك الأمر رهين بها المدة. قد تفاجأنا يعني بعض الأشياء في تشكيلة المجلس الرئاسي أو تشكيلة الحكومة، وبالتالي لها بالتأكيد لديها يعني استعداد أو مشاورات لسلوك يعني خط موازي أو خطة بديلة، ممكن قد تجرأ بعض التعديلات أو تطرأ على المجلس الرئاسي إذا ما فشل وانتهت مدة منوحة له يعني. نعم. والسيد كوبلر أعتقد أنه يحشد في أغلب الأطراف المهمة ويهيئ فيها يعني لمثل هذه. نعم. طيب أستاذ عز الدين، هل هناك من تقارب في وجهات النظر خاصة بعد الحديث عن تمسك رئيس مجلس النواب بوجهة نظره فيما يختص أو فيما يخص الحوار الليبي و لا يزال يتمسك بهذا الموقف؟ أنا لم أسمع بأن السيد عقيلة تمسك بالحوار الليبي بقدر ما سمعت بأنه تمسك بموقفه الرافض للمجلس الرئاسي. نعم. إذن المشكلة هي في المجلس الرئاسي تحديدا؟ أعتقد أن زيارة كوبلر اليوم كانت تهدف إلى بحث أو إلى يعني إمكانية إجراء أي تعديلات قد تطرأ على المجلس الرئاسي في حال فشل أو انتهاء المدة دون تشكيل حكومة. ونحن نعرف أن المجلس الرئاسي الآن يعاني، بالتالي هنالك العديد من الأطراف اليوم باتت تنظر إلى هذا المجلس وقدرته. طيب. بعين الريبة والشك. نعم سيد عز الدين، في حال تمكن هذا المجلس الرئاسي من تشكيل الحكومة وعرضها على مجلس النواب، ما الذي يمكن أن يحدث حينها؟ هل سيتم اعتماد أو إعطاء ثقة لهذه الحكومة أم ربما لا تنجح؟ أنا لا أستطيع التفاهم بصراحة، لأن الحكومة الآن وقعت في مأزق حقيقية، يعني الآن تواجهها عقبات وصعوبات حقيقية. أعتقد أن هذه العقبات هي التي دفعت السيد كوبلر لأن يقوم بهذه الجولة ويجمع هذه الأطراف يعني استعدادا لمسار بديل أو تعديل قد يطرأ على هذه الحكومة. لا أعتقد يعني في ظل هذه الظروف التي نسمعها الآن وظل هذه المشاكل اللي حاصلة في تونس بأن الموعد قريب يعني للاتفاق وتجاوز هذه العقبات يعني. نعم ابقى معي سيد عز الدين قويرب. أعود إليك سيد سعد بن شرادة عضو المؤتمر الوطني العام، استمعت لما ذكره سيد عز الدين، إن كان لديك أي تعليق. هو طبعا على ذكر أن بالنسبة لضيوفك اللي يبدو أنه معبر سكايب أو التليفون لم نسمعهم جيدا. نعم. طيب. تحدث السيد عز الدين عن احتمالية تغيير في ربما أسماء أعضاء المجلس الرئاسي، تحدث على عدم رضا رئاسة مجلس النواب عن هذا المجلس الرئاسي، ربما إذا لم يتم تشكيل الحكومة في هذه الفترة الزمنية المحددة لها خاصة بعد التأجيل لمدة 48 ساعة ربما يكون هناك بعض التعديلات في ما يخص هذا المجلس. بس أريد بالنسبة للمجلس الرئاسي هذا يعني وضع أطراف الحوار هذا نتاج طيلة سنة من الحوار الليبي، وهذا لا يمكن ان يعني تجيب يوم وتقول لي انت انا تونا بنغيره في اللحظات الاخيره. هذا يعني ليس وليد امس او ولمس، هو وليد سنه من الحوار. اذا كان تبي انت تغيير رئاسه هو مطلب تطلبه، ولكن لا اعتقد ان في ذلك الوقت ان البلاد تحمل الان انك تاجل الحوار وتعاود من جديد سنه ثانيه هذه نرى فيه هذين هنا كلهم هو محاولات لإفشال هذا الحوار أو لإرساء للملمة الوطن في هذه الحكومة. مهما كانت يعني من عيوب في هذه الحكومة، هو الهدف هذه الحكومة عندها ثلاث أهداف يا سيدي. هو الهدف الأول أن تخلي المواطن الليبي اللي في طبرق واللي في زوارة يهتموا في وزارة واحدة، وتخلي الان المورد الاقتصادي الليبي الان مقفل، يعني ملف محاربه الارهاب، هذه الملفات التي هي سوف تتوكل لهذه الحكومه.
احنا لا نريد حكومه الان تبني لنا شوارع ولا تبني مباني في هذه الملفات. والاصل هذه الملفات ان اي اشخاص الان لو التفوا عليهم الشعب الليبي حينجز هذه الملفات باي شخص كان. لكن تجيني اليوم على اساس انك تقول لي لا والله انا بنغير في المجلس الرئاسي، يا سيدي هذا لا اعتقد ان هي كانت نيه ان بتغيير او حاجه، هي كانت نيه لعرقله بس حوار فقط. نعم السيد سعد بن شرادة عضو المؤتمر الوطني العام، شكرا جزيلا لك. اعود اليك سيد عز الدين قويرب في كلمة أخيرة. السيد سعد بن شرادة يقول بأن أي حديث عن تغيير المجلس الرئاسي هو محاولة لإفشال الحوار. هو التغيير بصراحة أنا أتفق مع التغيير في هذه الأوقات غير مطلوب وقاسي يعني فعلا، لكن أحيانا قد تجبر الظروف فعلا على إجراء مثل هذا التغيير إذا تعذر وحصل انسداد حقيقي وانسداد سياسي داخل المجلس الرئاسي في الوصول إلى حل. أعتقد بأن قد تطرح البعثة الدولية أو الأطراف غير الراضية عن تشكيلة المجلس الرئاسي، خاصة رئاسة المؤتمر الوطني ورئاسة مجلس النواب وبعض الجهات، يعني عديد من الأطراف السياسية الآن باتت يعني تأخذ خطوة للخلف، غير متحمسة لهذا المجلس وغير راضية حتى على أداء وحتى قرارات الأخيرة. يعني أول قرارات صدرت كانت مشوبة في نظر كل الأطراف بعدة عيوب، هي ليست رغبة أو ليست، وهذا الشيء لا يتمنى عاقل يعني أن يحدث خاصة في هذا الوقت، ولكن قد تجبرنا الظروف وتنتهي المدة ولا يتوصل هذا المجلس إلى اتفاق يعني ينتقل بنا إلى الخطوة التالية. يعني هذه الشيء الوحيد يعني اللي ممكن يجبر الليبيين تستفيد منه هذه الأطراف الرافضة للمجلس الرئاسي الآن. يعني أعتقد قد تستفيد هذه الأطراف فعلا. يعني السيد عز الدين قويرب عضو مجلس النواب كنت معنا من طبرق، شكرا جزيلا لك. أعود إليك سيد محمد غميم. سيد محمد استمعت لما قاله ضيوفنا عبر الهاتف، تحديث عن تغييرات في المجلس الرئاسي، تمسك بالمواقف، يعني هناك نوع من المجهود ربما ينتظر هذه الحكومة. هو مع احترامي لكلام ضيف الكريم لكن أنا أختلف معه تماما. فالانسداد السياسي اللي يتكلم عليه كل من المعرقلين في البرلمان والمعرقلين في المؤتمر هم المسؤولين عليه، خاصة نحن رأينا جهود حكومة الوفاق الوطني وإخراجهم تمسكهم بأن يكون هناك تشكيلة توافقية. في حديث عن الخلاف، عفوا أخي الكريم، في هذا الصدد بالذات لا يجب أن نخرج في على منبر ونتنصل من المسؤولية متاعنا. الكلام الأخ المتداخل الأخير هو تنصل من المسؤولية. نحن نريد نتكلم على تغيير في مجلس الرئاسة والاتفاق، الآن بعد مسيرة سنة نتكلم على تغيير مع أشخاص باعوا الأوام للليبيين. المسؤول على الانسداد السياسي هم المعرقلين في المؤتمر والبرلمان وليس المجلس الوفاق الذي استلم في مدة أقل من شهر. وضحت هذه الفكرة. في ما يخص اجتماع رئيس المجلس الرئاسي مع أعضاء مجلس النواب على المنطقة الغربية، على خلفية، هناك من يتحدث بأنه على خلفية الخلاف حول حقيبة الخارجية بينه وبين نائب أحمد ميديق، وهناك من تحدث عن خلافات أيضا مع السيد علي القطراني كذلك فيما يخص مطالب المنطقة الشرقية أو ما يخص أيضا الجيش الليبي التابع إلى مجلس النواب وأنه خط أحمر. يعني هذه الخلافات هل قد تصل إلى نقطة تلاقي؟ أنا في نظري أن الحراك اللي حادث الآن في إخراج الإخراج النهائي لتشكيل حكومة الوفاق هو حراك طبيعي. نعم. في عقلية ممكن عاشت الديمقراطية في 4 سنوات فقط. نعم. هناك تصارع على المناصب، هناك تقديم الأولى والأقرب. أنت متفائل بأن أنا متفائل جدا. هناك تشكيل أنا متفائل جدا لأن كثير من الليبيين والمتصدرين حتى في المشهد
يحاولوا أن يخرجوا بليبيا برا الأمان ولا يلتفتوا لمن يضع الخطوط الحمر. الخط أحمر وحيد في ليبيا هو ليبيا خط أحمر. هل تعتقد بأن التشكيل سينتهي هذه الليلة أو يوم الغد على أقصى؟ أنا أتوقع برغم أن مهمة كبيرة على السادة النواب في حكومة الوفاق، لكن أنا متفائل أن يكون هناك إعلان، لكن لست أعلم أن عدد الوزارات 22 حكومة مصغرة. كل حتى بتواصلنا مع بعض الأصدقاء في تونس لم يؤكد أحد 22 ولم ينفيها، ولم يؤكد أحد العشرة ولم ينفيها، ولكن أنا متفائل أن حكومة الوفاق بالضغط اللي موجود عليها وبالدعم الدولي وبدعم دول الجوار وكثير من الخيرين في ليبيا، أنا متفائل أنه التشكيل الحكومي. ولكن لديهم مطب آخر، وهو هل سيمررها المعرقلون للحوار على رأسهم سنرى هذا السيد هذا اللي مدير قتله الأيام القريبة الماضية. أستاذ محمد غميم باحث بشان السياسي الليبي، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا بهذا تنتهي تغطيتنا المباشرة لهذا اليوم. هذا أنا صالح آدم، محييكم، إلى اللقاء.